مبروك يا مروان. الله يبارك فيك يا ابو. اللي جواه نار يطفيها ايامنا خلاص خلصت، وكل واحد مستني نهايته. ولا انتوا مش واخدين بالكم؟ واخدين اخويا واخدين. اللي جاي مش لينا احنا، اللي جاي لعيالنا. سيبوهم يعيشوا، مش لازم يعيشوا زينا، مش لازم يعيشوا زي ما احنا عايشين. كل واحد فينا يهب في التاني، يحرقه ويذله. وانت يا مروان زينب شمس رتال وشهد، وحسن كمان، عيشوا ايامكم، بلاش تعيشوا في مين قال ومين خد ومين ادى ومين مداش. عيشوا سنين عمركم وانتوا بتحبوا بعض، بلاش تبنوا جواكم أسوار عالية تعمل حاجز بين كل واحد فيك والتاني. عبد الحكيم الصغير، بص يد حماك يا مفيدة. ما شاء الله شبهك يا عبد الحكيم. شبهك يا عبد الحكيم؟ ما هو ده ولد حسن. تعالوا هنا. مين دول؟ دي مراتي وده ولدي يا ريتال. مراتك وولدك؟ انت اتجوزت عليا يا حسن؟ اخرسي خالص، مش عايز اسمع ولا كلمة. أي كلمة زيادة هرميكي بره، أنت فاهمة؟ ترمي مين يا حبيبي؟ البيت ده بيتي زي ما هو بيتك بالظبط. أنت قليلة الربا. حسن! سيبها يا ولدي. كريمة، خدي بنتك طلعيها فوق وعجليها. أمرك يا كبير، قدامي يا ريتال. قدامي يا ريتال؟ قدامي. يلا. كريمة نتعجلها. كريمة مجنونة. طب لو البيت ما عجلتش نعمل ايه؟ جبرية، كفاك يا جبرية، كفاك. ما اسمعش حسك. مروان. ها يا ابويا. طلعني عند المعازيم برا يا ولدي. برا. يلا. حلوة العروسة. حلوة العروسة. حلوة بنت كريم. جبرية. حلوة العروسة. جبرية حبيبتي. حلوة العروسة. تعالي تعالي أشوفها. تعالي نبارك الولد حسن. تعالي تعالي يا أختي أقول لك اقعدي. والله لا ولع فيه. جايبها لي لحد هنا. اسكت. ماشي. اسكتي. الله. أسكت. أسكت إزاي؟ شايل ابن الخدامة ابن جبرية وجايبها لي لحد هنا يا ماما. يا بنتي اسكتي. مش عارفة أفكر. مش عارفه تفكري في ايه. هي دي فيها تفكير؟ اه طبعا فيها تفكير وفيها كلام كمان. اسمعي كلامي، البنت دي مش هتقعد هنا، وعايزه حسن يحس باللي في بطنك وبيكي، واخد الطر حرفه. عايزه حسن يحس انك مراته، ايدك في ايده، كتفك في كتفه، يعني يقول لك حاجه قول له حاضر يا حسن من عيني دي وعيني دي. يا بنتي اخد الطار مش بالرصاص، بالمخ. مش قادرة، مش قادرة يا أمي. هتقدري يا روح أمك، هتقدري. اسمعي كلامي يا بنتي، احنا خلاص قربنا نوصل للي احنا عايزينه.
لينا هدف في دماغنا وخلاص نعمله وبس. عارف يا مروان، أنا طول عمري بحلم بالحب من وأنا صغيرة قوي. حب ما حدش عاش ولا شافه قبلي، حاجة كده تخليني أحس إن أنا ممكن أغير الكون كله، حاجة تغيرني أنا، تبدلني من جوايا. لما أبقى مع الإنسان اللي أنا بحبه أنسى كل حاجة حصلت لي وعشتها قبل كده. زينب، أنا كنت حاسس إن زمن ده مش زماني، واللي عايش جوايا حد تاني. روحي روحي عايزة تهرب وتروح وتعيش في مكان تاني غير المكان ده، بس مش عايزة تروح لوحديها، عايزة تكوني معايا. أنا عارف يا زينب، عارف المشاكل اللي حصلت دي ممكن تخلينا خايفين قوي كمان، بس من زمان كان نفسي اقول لك انت الحلم اللي حلمته، الحب اللي قريته في كل كتاب، الكلمه الحلوه اللي سمعتها في كل قصيده. وعد يا زينب، وعد كل يوم كل يوم هقول لك بحبك. وعد مروان، انا خايفه منك. ايوه انت تخوف، على قد ما انت واضح على قد ما انت مش مفهوم خالص. عارفه انا بحبك من امتى؟ امتى؟ فاكره لما كلمتك في التليفون وانا في مصر وقلت لك نفسي اصرخ، وقلت لي يومها اوعدكم بتحبني، قلت لك لا، بس انا قلت لك اه بحبك بس من غير ما تسمعي. قلت لي انا؟ ايوه. عارفه انا كنت في لحظات كتير قوي بتخيلك انك موجوده، اكلمك اعيط واضحك كيف المجنون. وفي لحظه كده لما كنت امد يدي ملقاش زينب كنت ازعل قوي، كان نفسي اقول لك حاجات كتيره قوي بس ما كنتش موجودة. مروان، أنا عايزة منك وعد. ألف وعد. أهلي وأهلك بنوا بينا صلة عالية أوي، ملوش أي سبب ولا أي داعي، كراهية بس من غير أي مبرر. هم اختاروا إن هم يعيشوا بالطريقة دي، إحنا مش مضطرين إن إحنا نعمل زيهم. مروان، أنا نفسي أعيش في بيت ولادنا فيه حابين بعض، حابين قرايبهم كلهم، ولاد عمامهم ولاد خلانهم وأي حد تاني يربطوا بيهم صلة الدم. أنا يمكن زمان غلط، يمكن أهالينا غلطوا كمان. أنت عارفة يا زينب، أنا كنت أبوس إيد أمي وأبويا مليون مرة عشان يحلوا المشاكل دي. كنت نفسي أقول لهم إني بحب بنت عمي، بس خلاص أنا بوعدك الأيام دي راحت، والدموع دي مش عايز أشوفها، أو عايزها دايما تكون دموع فرح. ده وعدي مني زينب، بحبك مروان. أنا عايزك لي أنا لوحدي بس. حاضر، أنا عايز أفطر. صباح الخير.
مالك؟ قاعدة ليه كده؟ أنا همشي. مش هتروحي فين؟ أنا خايفة. لا، خايفة إيه؟ ده أنا مرعوبة. أوعى تقولي كده. طول ما أنا جنبك مش عايزك تخافي أبداً. يا أختي يا حلوة، بالذمة مش مكسوف من نفسك؟ رد عليا يا حسن. خد عني الواد يا حسن. يدي وجعتني من شلته طول الليل. بسم الله. ما تتلمي يا بنت انت وتقفي وتتكلميني كويس. بس 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 صوتك عالي ليه على الصبح؟ صباح الخير. صباح الخير. امال امي فين؟ عندها علمك يا حسن ولا هنفطر من غيرها؟ يا اختي حبيبه امك يا اختي، والله كنت عارفه انك مش هتاكلي لقمه الا وانا هنا. صباح الخير. صباح النور. والله فيك الخير يا حسن انك سميت ابنك على اسم عبد الحكيم، بس ما شاء الله عليه. شبهي مش كده؟ لا شبهك ايه يا واد؟ ده انت قمر، يا ريته يطلع شبهك. اسم الله اسم الله حبيبي. اللهم العرايس هيفطروا معانا ولا ما عندهمش وقت؟ والله انا سايباهم على راحتهم، وقت ما يجيلهم هواهم يفطروا هيفطروا يا كبريه. الف هنا يا اختي حبيبتي. انت يا كريمه حبيبتي، والله انا مش مصدقه كريمه قاعده معايا هنا في البيت. لو ايه بناتك يا اختي كمان اتجوزوا ولادي، ما شاء الله ما شاء الله، وقاعدين معاهم. امال ايه صح كده؟ الست لازم أن تقعد مطرح ما يقعد جوزها. طبعا. امال ايه؟ والله كويس ان انت فاهمه يا كبريه. اها انا بس بقول لريتال معلش يا اختي تزعليش، مفيده جابت واد هيشكك في كل حاجه. ما تهدي نفسك شويه يا جبريه. والله حبيبتي انا بس عايزه اقول لها يعني، وان شاء الله ان شاء الله كده تقومي بالسلامه وتجيب لنا انت كمان واد ولا بنت يعني، فيهاش حاجه. بس انا ايه هاخدهم التنين يناموا في حضني عشان يعرفوا ان هم اخوات وكل واحد فيهم يعرف حقه. امال ايه الحق حق؟ هقول ايه؟ كلوا كلوا يا اختي، كلي الف هنا يا اخت. هات اخويا هات، هتهننوا شويه. اسم الله اسم الله ما شاء الله ما شاء الله. قمر قمر هلا قول لي يا حسن، يعني ما بنت كريمة تولد إن شاء الله تجيب واد ولا بنت مش مشكلة يعني، بس هتسميه إيه؟ حكم مفيدة. خلاص سمت بقى على اسم الغالي. يا هسمي ابني عبد الله يا مرات عمي على اسم أبويا الله يرحمه، عشان كل ما تسمعي اسمه تترحمي عليه. صح، وإن شاء الله ربنا هيرحم. هو احنا هنقعد امتى بقى عشان كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه؟ اصل بصراحه كده انا مش عايزه اقعد هنا اكتر من كده. وبعدين هو مش عمي كان قال ان هو هيدي كل واحد حقه؟ انا عايزه اخد حقي عشان امشي. مش وقت الكلام ده يا شهد، مش وقته. لا وقته بقى يا ماما. وحضرتك عايزه تقعدي هنا عشان جوزتي حسن لريتال ولا جوزتي زينب لمروان؟ براحتك، انما انا مش عايزه اقعد هنا اكتر من كده. وبعدين عشان اجيب من الاخر، البيت ده مش هيهدى ولا النار اللي فيها هتهدى الا لما كل واحد ياخد حقه. محدش ليه حاجة غير اللي أبويا يقول عليه. أبويا الوحيد اللي يقول مين ليه ومين عليه، وأي كلام تاني ماليهش لازمة. كلامك في محله يا حسن، مظبوط الكلام ده؟ هو إيه ده اللي مظبوط يا ماما؟ لا طبعا مش مظبوط. كل واحد من اللي قاعدين دول ليه حق، واللي متنازل عنه هو حر، إنما أنا لا. وإن كان في علمك بقى بتكون بعلمه إيه؟ إجديه عيني عينك بالجسم التركي. الكبير لسه عايش، ما ماتش، مفيش ولا حاجه هتتقسم. وكيف قال ابويا؟ لو اتقسم المال هيصغر والكتير هيقل. انا هدي كل واحد اللي هو عايزه، اما حوار التقسيم ده انسوه خالص. وكلام ابويا وامي هو اللي هيمشي. امي كانت تقول لي الناس نوعين، ناس طمعانه فينا وناس حسدانه على اللي احنا فيه. قولي لي يا ريتال عايزه الفلوس ليه؟ وانت يا شهد قولوا، انتوا مش عايزين تضيعوا الفلوس بس، انتوا عايزين تضيعوا تعب العيله دي كلها. انا هفتح شركه لينا كلنا، وهيكون ليكم اسهم فيها، والربح والخساره علينا كلنا. بس اللي عايز
يعمل اي حاجه او يقول تقسيمه غيره ما في شيء، واللي عايز يهدم البيت الكبير ده انا هموته وهموته بيدي، فاهمين؟ هو اللي عايز يخرج من الشركه دي مش على كيفه. والله ده زي ما اكون المال مالك وانت بتمن علينا بيه. مروان تعال. مروان ايوه، ادي كل واحد فيهم اللي هو عايزه. تقصد كل واحد ياخد حقه؟ شاه سيبيها تقول اللي في قلبها يا اختي، محدش ليه انه يتكلم بعد الكبير. خبر ايه يا ريتان؟ هتبص لامك ليه؟ ولا انت فاكره انها تقدر تقول حاجه بعد الكبير ما قال؟ لا حبيبتي تبقي غلطان. لا كده الواحد بقى ابتدى قلبه يقلق. شركة ايه يا استاذ مروان اللي انت عايز تعملها؟ وليه انت اللي تدير كل حاجة مش حسن؟ ولا انت شايف ان حسن لسه صغير ما يقدرش يدير شركة ولا يشوف مصالحنا؟ عايز انت تكوش على كل حاجة ومحدش يقولك تلت التلاتة كام؟ وماله؟ او ماله؟ اخويا الكبير ويعمل اللي هو عايزه وانا مش زيه. هو اللي كان شايل كل حاجة من الاول، يعني عارف الدنيا ماشية كيف. مش حاجة أنا في الآخر وهد اللي عمله عشان كلام خايب زي ده. مش قصدها يا حسن، قصدها يعني يبقى كتفك في كتف أخوك، إيدك في إيده، تبقى سنده وظهره، مش كده يا ريتال؟ لا يا كريمة، قصده عشان هو ده اللي جوه قلبك وقلب بناتك. خلاص خلاص، مش عايز أسمع أي حاجة. لا لازم تسمع، وكمان لازم تعرف ان كريمه كل اللي يهمها انها تاخدك انت واخوك تحت باطها. غلطانه جبريه، لان ولادك زي ولادي ويمكن اكتر شويه. عارفه ليه اكتر؟ عشان حسن هيبقى ابو عيال بنتي، ومروان كمان هيبقى ابو عيال بنتي، يعني حته مني. فهمتي ولا لسه؟ ما عادش وقته الكلام ده. طول بالك يا حسن. حسن طول بالك؟ بنت انتي قومي من هنا وما تقعديش معانا بدل ما تجيب طبق العسل ده في وشك. هتقومي تروحي فين؟ وانت كيف تكلميها كده؟ تكلمها زي ما هي عايزه يا حسن. ايه؟ انت عايز تقارن البنت دي اللي كانت بتشتغل عندكم هنا في البيت ببنت عبد الله؟ هنا مفيش اسياد وعبيد. هنا في اصحاب بيت. والكل هنا واحد. خلاص يا حسن خلاص خلاص، محدش ليه حاجة، والكلام اللي بقوله هو اللي هيتسمع، وكلام أبويا هيكون سيف على رقبينا. اللي عاجبه الكلام أهلا وسهلا، اللي مش عاجبه الباب فوت جمل. ده أنت بتتحدانا. أتحدى مين؟ خلاص كفاية كل ده عشان عايز أحافظ على أموالنا. كل واحد لو خد اي حاجه هيضيعها، وترجعوا تاني وتقولوا يا ريت اللي حصل مكان. كلام ابويا بس هو اللي هيتنفذ، فاهمين؟ خلص الكلام. من النهارده لازم تعرفوا ان مروان هو الكبير، واللي يقوله السيف على رقابيكم كلكم، فاهمين؟ وحاج انا فين؟ نسيت اخوك يا عمتي؟ خلاص؟ ما عادش في راسك؟ نسيت انه مدفون من غير ما ناخد عزاه؟ نسيتي بنته وحاجها؟ بتدوري على حجك وحج بناتك مش كده؟ تعالي بس يا ناجي عايزاكي. تعالي فين؟ البت دي ما تقعدش دقيقة واحدة هنا بعد اللي عملته، اطلعي بره.
طب واللي انت عملته؟ واللي ابوك عمله؟ انا مش ناسيه وعمري ما هنسى.